将下列句子译成汉语。رؤساء الدول العربية يدرسون في الوضع الحاضر في العالم العربي خلال لقائهم في دمشق. 阿拉伯国家元首在大马士革举行会议期间研究阿拉伯世界的现状。رجع رئيس جامعة الشرق الجديدة أمس بالطائرة بعد زيارته لكل من جامعة إسكندرية وجامعة دمشق وجامعة صنعاء. 新东方大学校长昨天造访了亚历山大大学、大马士革大学和萨那大学之后，乘飞机返回了国家。إلتقى وزراء الخارجية لدول العربية في القاهرة يدرسون وضع الحالي في هذه المنطقة。阿拉伯国家的外交部长在开罗开会，研究该地区的现状。وصل بعض المراسلين جريدة الأهرام ومراسلاتها إلى الصين واستقبلهم زملائهم الصينيون. 金字塔报的报纸的一些记者们及其通讯人员到达了中国，并受到中国同事的接待。سيزور مراسل الأهرام خلال بقائهم في الصين بعض الآثار التاريخية والجامعات الصينية المشهورة. 在中国逗留期间，金字塔的通讯员们将参观一些历史古迹和中国的著名大学。كما وزير العمل الياباني بزيارة الصين ثلاثة أيام وسيقابله رئيس الدول الصينية ووزيرة العمل الصينية وغيرها من رجال الدولة ورجال الأعمال الصينيين. 日本劳动大臣对中国进行了为期3天的访任。中国国家主席、中国劳动部长以及其他国家的要人和商人们会见了他。将下列的短语及句子译成阿语。外交部长，وزير الخارجية，实现和平，تحقيق السلام。中东地区，الشرق الأوسط，重要的消息，أخبار المهمة，人民日报，صحيفة الشعب اليومية，最大的努力，أعظم الجهود，文化交流，التبادل الثقافي，大学生，الطلاب الجامعي。我们班只有2个女生，ليست في فصلنا إلا طالبتان。我们从这次关于中东形势的报告中受益匪浅。لقد استفدنا كثيرا من هذه المقالات عن الوضع في الشرق الأوسط。我祝愿你节日快乐，身体健康，万事如意。أتمنى لك عطلة سعيدة وصحة جيدة وكل التوفيق。老师要求我们经常发现并总结阿拉伯语学习的规律。طلب المعلم منا أن نكتشف
你做咪呀？他俺农民落个在了阿拉伯地，我他了黑说哈，Estaría Galilán, وأنا أحمل الحقيبة منك على ظهري。阿卜杜拉喜欢看书、读报，也喜欢参加文艺活动。يحب عبد الله قراءة الكتب والصحف كما يحب المشاركة في الأنشطة الثقافية. المطالعة 阅读 كلمة العميد 院长致辞 أبناء الأعزاء 亲爱的孩子们 حضرتم من مقاطعات مختلفة لتدرسوا اللغة العربية وعلوما أخرى لتحصلوا على شهادات جامعية. نيمان لايز بوتون دا شانفن يبيان شوشي آلا بويو هو تشيتا دا تشيشي 获得大学的证书。我卡西伦民工也塞路呢。你们中的很多人会问：开发南加号飞迪拉萨提纳，我飞哈亚提纳湖南。我们如何在这里成功的学习和生活？阿巴纳伊拉阿伊扎。亲爱的孩子们，فكروا أنكم قد أصبحتم طلابا جامعيين بدأوا حياة جديدة. 你们思考一下，你们已经成为大学生，开始新的生活。الحياة التي يجب أن تنظموها بأنفسكم وهي بعيدة عن حياة كان ينظم آباؤكم وأمهاتكم كل شيء فيها. 你们应该自己安排生活，这将远离你们的父母安排的一切生活。فعليكم أن تعتمدوا على أنفسكم وتفكروا كثيرا كيف تقضون 4 سنوات في الجامعة وكيف تستفيدون منها. 你们应该依靠你们自己，你们好好思考一下，你们如何在大学度过4年，并从中获益。ولكن تفكيركم وعملكم أكثر من كلامكم. 但是你们的思考和行动要超过你们的语言。فالنجاح للمجتهدين نشيطين. 成功归于勤奋和积极的人。يجعل لكل أمر وقتا. 你们对每件事设置时间。لدرس وقتا 学习的时间。وللعب وقتا 娱乐的时间。وللأصدقاء وقتا 朋友的时间。ولأنفسكم وقتا 自己的时间。لا تؤخر الدراسة ولا تجعل الوقت يذهب في اللعب واللهو بلا فائدة. 你们不要耽误学习，不要把时间浪费在无意义的娱乐和玩耍上。يا زملاء 孩子们，嗨，同学们。لكم حقوق وعليكم واجبات. 你们有权利也有义务。ولا تطلبوا حقوقكم أكثر من واجباتكم. 你们不要要求权利超过你们的义务。
احترموا اساتذتكم واصدقائكم 你们尊重你们的老师和朋友们 فالاساتذة يدرسونكم العلوم ويعدونكم لتكونوا رجالا صالحين 老师教授你们知识培养你们成为栋梁之才أما الأصدقاء فهم أهل الغريب البعيد عن البلد 至于朋友他们是远离城市的陌生人 أخيرا أتمنى لكم يا أبنائي كل النجاح 孩子们最后我祝愿你们成功 وشكرا لكم 谢谢你们补充词汇 الكلمات الإضافية فكر يفكر تفكيرا يعتمد يعتمد يعتمادا على جعل يجعل جعلا الشيء كذا أخر يؤخر تأخير الشيء كذا لها يله لهوا أعد يعد يعتاد الشيء صالح صالحة فائدة فوائد